احنا المغاربه معروف ان التضامن والتعاطف كذا، اقسم لك بالله البارح المغاربه تقايل النص ديالهم من عش في خاطرهم. نحملوا المسؤوليه، اللي عنده سبيل نطلبوا الدوله تدخل في هذا الشيء، اللي عنده سبيل ديال السلطه يكون عنده قوانين ديالو، يكون عنده حديده ديالو، يكون عنده قفل ديالو. مثلا اللي زاد طحمات الله يرحمه واحد الدنيانيه، راه ولد هذاك راه بصار. اول حاجه نبغي نبدا بها هذا الفيديو هي الله يرحم رايان، الله يرحمه ويوسع عليه والله يصبر الاهل ديالو، ونبغي كلشي الله يجازيكم بخير الى ما ترحموا عليه. المهم غادي نبداو الفاجعه من الاول كيفاش طرات. كما كتعرفوا كاين بعض البيار اللي تدوز واحد المده صافي تنشفوا من الماء وصافي، من بعد يا اما تيردموهم يا اما تيسدوهم. ولكن للاسف هذه المنطقه اللي كنساكن فيها هذا الوليد رايان كان عندهم واحد البير اللي نشف من الماء، ما بقى لايق حتى شي حاجه وبقى هكاك محلول. وانا متاكد ان هذه القضيه كاينه في بزاف ديال البلايص ديال بزاف البيار اللي ما بقاو صالحين لوالو ولكن باقي محلولين، علاش الله اعلم. عينا فتشقعنا يا سنما صحه السيد باب اللي تم الله يرضى عليه. المهم كما كتشوفوا الولد كان غبر، خرجوا تيقلبوا عليه تاعيا وحتى الاخر عاد عرفوا بالله راه مسكين طاح في البير. المهم من بعد ما اكتشفوا الولد كاين في البير، جات السلطه، جاو ناس تاع الدرك الملكي. من بعد 24 ساعه كان تدخل واحد المتطوع باش يدير اول حاله ديال الانقاذ. جوج محاولات، انا بالنسبه لي استهلكت الاكسجين ديالي، يعني كانت عندي صعوبه في التنفس وضيق في الحركه. الحاجه الايجابيه انه تجاوب معايا، ولكن ديك المسافه د 4 متر راه القطر ديالها 20 سنتيمتر، مستحيل ان انسان يدخل فيها. حاولت انا نحفر بيدي وبرجلي ولكن والو. هذا هو المشكل اللي كان صعيب في هذا البير، هو انه ما كانش واسع، كان ضيق بزاف، يعني ما يقدرش اي واحد يدخل ليه وينزل ويعتقد الدري. داكشي باش ولينا كنشوفوا بزاف ديال الدراري الصغار ولاو خارجين وقال لك حتى هما باين يتطوعوا باش ينزلوا عنده ويعتقوا. السلطات المحليه واش غادي يخليو هذا الدريري هذا يهود ويقوم بالمبادره؟ انا باغي بالرغبه ديالك، باغي من الرغبه ديالي دابا وصل عليه يما. انا ماشي مشاو، انا ماشي مشاو باش ناخذو 30 ساعه ولا اكثر هو تما وقاعدين نتفرجوا فيه حتى يموت. عاد تقول لك انا لله وانا اليه راجعون، اخر مات مسكين مشى وعدو دابا حنا ناخذوه. بغيت تغامر براسك تقدر تموت يا زكريا، ولكن راك غادي انت الموت لينا حق. نعم الموت لينا حق، الموت حق. وكما تتعرفوا البير مبني بواحد الطريقه عشوائيه، بير ما نازلش مقاد، بير كله عوج، خاصك دوز على الاقل نهار تما كامل باش توصلنا عنده. داكشي علاش ما سمحوا لتا شي دري باقي ينزل، السلطات كانت خايفه تنزل شي دري صدق حتى هو ضحيه اخرى، وهادشي اللي ما كناش باغيينو كاملين. المهم الفرق ديال الانقاذ اللي كاينه تما بالمهندسين ديالهم وبالناس ديال التجربه كالسعلي ورايا ان شاء الله غنخرجوا بحول الله. المهم قرروا وشافوا احسن طريقه باش يعتقوا الدري، وهو انه يحفروا من الجنب العمق ديال البير ويدوزوا ليه من الجنب حتى يجبد. عملية الحفر على المباشر لا زالت مستمرة، متابع قناة شوف تي في. غادي نوصلوا 30 متر ولا 31 غندخلوا لعند الطفل. وكاع الناس اللي فاهمين في الدومين اتفقوا على ان هذه هي احسن طريقة. كنشوف بزاف ديال لي لايف كيديو فيهم بعض الناس ما عندهم حتى شي دايره بالمجال، كيقترحوا شي طرق اللي اش نقول لك طرق بدائية. علاش تحفروا توصلوا ذاك لو بروفوندور وحفروا افقيا باليد؟ حيتاش الا وصلوا ذاك العمق وحفروا بدي ماشين ولا دي زونجان كيديروا دي فيبراسيون، وبيان كاين واحد لي في ميكانيك، هذوك لي فيبراسيون يقدروا تهتز ديك الكتله الرمليه وتطيح على الناس اللي كيحفروا. يعني الطريقه اللي داروا هي طريقه مثلى. والخبراء ديال العالم كامل كيكذبوا بالله هذا الشيء اللي داروا المهندسين هو الاحسن حاجه كانوا يقدروا يديروا. وكانت هذه العمليه باش يحفروا بعض التقنيه هذه كانت صعيبه، وصعيبه بزاف، كتحتاج بزاف ديال الدقه وبزاف ديال المهنيه، وخاصه بسبب نوعيه التربه اللي كانت تماك اللي كان في اي لحظه يقدر يريب داك الشيء كامل. وما مره ما جوج ما كناش شفنا هذا المشهد هذا. المهم كلشي كان داير جهده اكثر من جهده. دابا راه حضروا لي زاباراي طوبوغرافيكي والمسح وليطوبو وليسكانير اخر ما كاين. دابا راه وصلنا البروفوندور تقريبا بقينا غير متر 50 على ريال. شوف يد خوتي كاين الامل، هذه هي اليد اللي ما يرحم الوالد اللي كتحاول باش انا تنخذ رايان. يا ربي يا ربي لا قريب ان شاء الله، قريب ان شاء الله غيكون فرحه. سير اخويا العزيز، سير سير ولاد بلادي، نتوما هما ولاد بلادي وتنفتخر بكم. واحد الشويه كلشي ولا فهاماطور، وكلشي ولا مهندس، وكلشي ولا تيفهم في انواع التربه وطرق الانقاذ. سمك ديال 20 سنتيم كيفاش غادير انت تدخل ديك 20 سنتيم؟ هذيك 20 سنتيم هذيك غندير لها الحل بالهيلتيك، غنهبط بالهيلتيك ونبقى نخوي داك التراب نخوي نطلعوا لهم غير شي طاسه صغيره ويطلع، وانا خدام وانا هابط لتحت، غنهبط تنوصل للدري. انت فين تتحرك بيديك؟ انا هكا نخدم هكا اصاحبي، بيدي حدايا اصاحبي، وندير الكال منا باش ما يهبطش التراب في البير. انا غير جلي غتهبط مني توصل هنا مكاليه غنسرح،
قالوا للطراب نطلعه وانا هابط حتى نوصل للدري. هاد السيد كيخدم العاطفه والنيه ديالو باينه، الله يجازيه بخير والله يرحم ليه الوالدين، بغى غير يعتقد الدري. نهبط 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 حتى نوصل للدري. ولكن في هاد المواقف خصنا نحطوا العاطفه في الجنب ونخدموا عقلنا، حيت راه كانت اي حركه خاطئه قدر داك البير كامل وداك الطراب اللي كاين تما يريب ويمشي الدري. باش نعمل يا حيتاش ما عنديش فرصه حتى بنشوف رجلي بحال هكذا. ما كنقدرش داك راه هادشي وانما الله غالب هادشي اللي كاين. لما جبتوش قول لي انت ماشي راجل جاي من كازا اسمعني، لما جبتوش قول لي انت ماشي راجل بروجو يا شوف. حق الله يحسن العوان الناس اللي كانوا مشرفين على هذيك العمليه ديال الحفير، ما حيلتهم يبقاو واحلين مع الحفير والمشاكل ديالو والاخطار ديالو، ما حيلتهم لهادو اللي كيبيديروا راسهم فيها ابطال، ما طال على البير ما عرفو كي داير، ما عرف حتى شي حاجه بروجو يا شوف. هاد الوقت ما محتاجاش التصنطح، ما محتاجاش بتاتا، وبلا ما ندويو على الناس اللي كانوا تمايا. غادي يدخل هذاك الله ارجع من اجل سلامه. يلا دفع ليه دفع. ومزيان قلوبهم اللي جابتهم لتما مخلوعين على الدري وبغاو يكونوا قريبين من الحدث، ولكن بداك الشيء كان والله يستر كانت غادي طرا واحد الكارثه اللي كبيره. داك التراب تما كان في اي لحظه غادي يطيح وغادي يمشي فيها شحال من واحد. هادشي بلا ما ندويو على الطريق اللي كتدي لهذيك المنطقه اللي كانت عامره بالطوموبيلات، ما عندكش منين تدوز. وكنت نتخيل الله يستر في وسط هذاك الزحام اللي كان حدا المنطقه ديال الحفير، لو كان شي واحد تما سخاف، لو كان تما شي واحد طرات ليه شي حاجه وبغاو غير يعتقوه، قسما بالله لومبيلونس ما عندهاش منين تدوز من الطريق، ما عندهاش. وماشي كلشي الناس مشاو لتما حيت قلبهم على ريان. زعما كاين اللي كيضحك ما مسوقش، اللي بيموت يموت. اما واحد خينا حصل في اللايف تيتساب مع صاحبته ولا ما عرفت شكون. نوال بغيت لك والدي هذا سمع لك والدي اللي كنا عليهم لحداك والله ما عرفت انت اصلا ما عرفتش منك النفس ديال المعفنه. اما واحد سيدهم الغزال قال لك مشى حل هو كونت في البنكه بيجمع فيه التبرعات، علاش؟ قال لك باش يوكل هذوك الناس اللي كانوا جالس اللي واقفين تما تيتسناو. علاش اخويا كاينه عراسيه تما ولا ما فهمتش؟ بعض الناس كيقول لك علاش شفتي السيد كونت في البنك. الاخوان راه كاين مئات الاشخاص هنايا خصها تاكل، كلشي كياكل، مئات الاشخاص كلشي واكل وشارب. كنشكر الناس من المنطقه اللي كيساهموا شويه، السيد خصو باش يصرف والله خصو باش يصرف. انا راه ما غاديش تاثروا بيا بهاد الانتقادات، راه مرحبا بها كانت بناء، اما هاد الانتقاد اللي كتكون امور لان فقط غير من اجل التضليل على الامر. والله الا باز بين عارفي كيفاش هو هاد المنطق عنده. راه كاين مئات الاشخاص هنايا خصها تاكل، كلشي كياكل. العيالات تاع الدوار الله يرحم ليهم الوالدين تعاونوا مع بعضياتهم وكانوا تيوجدوا الماكله، ولكن شكون؟ فقط الناس اللي متطوعه، الناس اللي خدامين تما ديال طاقم الانقاذ والصحفيين فقط. حال كنت بونكر على قدو، وها اللي جا قال لك بغى يطلع القناه. جيت من مدينه فاس. كيف من مدينه فاس؟ وجيتوا باش تطوعوا ولا جيتوا باش تضامنوا ولا؟ جينا بجوج، جينا عندنا حنا قناه في اليوتيوب اسم القناه ديالي وما مرقاتش. هذه الصراحه هي اللي كبات لي الماء في الركابي، ضربت الطريق من فاس وجايه تجري باش دير فلوغ، وبلا حيا وبلا حشمه قالت لك كتقول السميه ديال القناه ديالها اشهار. اي جينا عندنا حنا قناه في اليوتيوب اسم القناه ديال. بلا ما ندوي على الناس اللي كانوا طالقين اللايفات، ملي كان هادشي واقع كانوا قنوات اللي باينين تيديروا اللايف اللي تقدر تفرج فيهم، كانت شوف تي في، كانت هذيك الجزيره، كانوا شي وحدين اخرين ما قدرش نقولهم كاملين اللي باينين صحافه وناقلين الخبر. تخيل اخوتي شي وحدين كيتلقى طالق اللايف و تيقول للناس عفاكم اخوتي اشتركوا اشتركوا ديروا لايك باش ما يتقطعش اللايف، بغيتهم ان شاء الله يقطعوك طراف طراف. اما واحد تعليق تيديروا في وسط اللايف راه تقول تتفرج في نهائي كاس العرش، قلبهم ما تتحول ما امكن تفهمهم والو. واش وحده مشات دايره فلوك دوات مع ام راين وحاطه في العنوان ام راين صدمتني بهذا الخبر لاول مره غنسمعوا. واش لهذ الدرجه يا سيدي ربي ما بقات فيكم انسانيه؟ وحده الله اعلم بحال كانت مشات عند العائله ديال رايان وكثرت عليهم تصدقات وحده من العائله ديال رايان خارجه بتسلخاء. قياد المنطقه كاملين كنشكرهم كانوا كلهم حاضرين هنايا، وبالاخص اشكر صاحب الجلاله الحسن الثاني نصره الله.
اجيو تشوفوا دابا معايا شي عجبه اخر. ها الوحده كانت حاطه التصويره ديال رايان الله يرحمه وحاطه معاه شي تصويره تاع شي قصر وكاتبه بيته كان زريبه حمير قبل الصوره وبعد الصوره بيكون هذا بيته من فلوس الحادثه اللي بتجي يا ليت ابني اللي طاح في البئر كان صرت مليونير. والله زعما بدون تعليق. اما واحد صاحبنا قال لك اللي مسمي راسو دكتور كم انت محظوظ يا رايان. وسائل الاعلام كلها تتابع محنتك لحظه بلحظه ونحن نتمنى لك النجاح من اعماق قلوبنا، لكننا نغيظك ايضا على هذا الاهتمام الاعلامي العالمي بقصتك. الولد مسكين عالم به سيدي ربي وواحد اخر حاسدو علاش على التغطيه الاعلاميه. ولكن اجيو تشوفوا السطاج الاخر. المغرب خان بلده ووطنه الكبير بل خان العالم كله بقتل طفل وجعله تميما للشيطان لاستخراج تعويذه يحتاجها الدجال في حربه يا سيدي ربي. وهذا الشيء غير شويه من بزاف اللي كنت نشوفه خلال هذه المده ديال هذه 5 ايام كامله اللي كتشوف تتعيا وتقول لا حول ولا قوه الا بالله. المهم نبغي نختم هذا الفيديو هذا بغيت نشكر الشعب المغربي على التضامن والتآزر ديالو. ماشي هي الشعب المغربي وانما الشعب العربي والناس ديال العالم كاملين اللي وقفوا وقفه واحده وكانوا قلوبهم كاملين على رايان. وهذه الاجواء اللي الصراحه ما عمرنا عشناها في هذه 5 ايام. ما عمرني انا شفت قهوه عامره بالناس تبطرطق ماشي على ود ماتش تاع كره ولا لا. الناس كيتفرجوا ومترقبين امتى يخرج رايان. شكرا بزاف للطاقم التقني اللي كان خدام في عمليه الحفر كاملين واحد بواحد اللي كان عليهم واحد الضغط كبير كبير وكبير بزاف ما غادي يكونوا حاسين به غير هما. تعزينا مره اخرى للوالدين ديال رايان والمغاربه كاملين في ولدنا الله يرحمه ويوسع عليه والله يرزق والديه الصبر. والحمد لله اعطى من اعطى واخذ من اخذ. الله يرحمكم ويد الله يجازيكم بخير. شكرا. الله يرحم لكم الوالدين ما تنساوش من الدعوات ديالكم اخوتي الله يجازيكم بخير. نشوفكم في فيديو الجاي ان شاء الله. بالسلامة عليكم. كنا تنحسوا بالغصه هنا اللي كتمرض في الحقيقه. الحزن شيء مشروع وهذا شيء انساني طبيعي ولكن ملي كيولي كياثر على النفسيه بشكل انه كيدخلك في ازمه ديال البانيك وهذا الشيء تيولي شيء ماشي صحيح وخاص الواحد يخرج منه في اقرب وقت. احسن طريقه الواحد يتريني ويفكر للمستقبل ونستافد من هذا الشيء اللي فات. اعتقد راه المغاربه داروا خدمه كبيره تماره ولوينه واعتقد العالم كامل استفاد من هذا الدرس هذا اللي كاين. فاحسن حاجه الواحد دابا يدير يبدل ساعه اخرى يمشي تريني راه كتعاون تحيد ديك الغصه اللي هنا. يتلاقى بالناس يجمع يدوي يبدل ساعه اخرى لفدر انه يجمع لفدر انه تريني غادي يحيد بعد التليفون غادي نقص من لي ريزو سوسيو غادي نقص من هاد الاخبار هادو وغادي يحاول يطلع مستقبل باش يبني. راه اهم شيء هو البناء لصالحنا وصالح جميع المغاربه. والله يوفقك.